تعال شبعت حب شبعت دلال أركب الجسام الحب العلي جيك أنا نعود نكتب في الاتيكاتيون الأول بعد ما ضرب الشعر شيئين من السرعية حطونا فيه البروتين بتاعنا اللي عندنا الشعر بالنسبة للشعر الطبيعي حلمين نوم ساعة طبيعي حلمين ساعة مدموخ حلمين نوم ساعة احنا والشعر اذا كان ساعة ما خليها اكثر هو البروتين هذا اللي يزن فيه اللي هو قد ما يقعد قد ما يعطي ريزلتا احسن دونك ما يدولوش الشعر بكل بالعكس قد ما يقعد قد ما يعمل ريباراسيون للشعر بتاعنا الحاجه اللي بعدها خليها توندر بوز بتاعنا وشيحنا شعر بنسبه 100% رغم البروس ما نحسوهاش بالكل دونك نشيحوا الشعر بالهوايه لازم تكون زاده مش بارد ونخدموا بالبلاك البلاك في الابليكاسيون هذايا اوبليكاتوار غلاش بتاعنا تكون جويده على الاخر معناها تيمش فيه الحاجه الاخرى اللي نحب نقولها لاي وحده معناها بروفيسيونيل معنا لوني راهو في الشعر الفاتح اللي كنت انت تسال فيا على السؤال هذايا ديجا في الشعر الفاتح راهو السخانه نتاع البلاك نطيحوها للبيض ثاني وعمرنا ما نخدموا شعره تاعبه وشعره اللون نتاعها على الاصفر ولا على الدوري ولا على البلاتي وعلى اللون الفاتحي درجة السخانة تفوت 180 على خاطر في 230 مش تعرف تصنع على الروجي دونك نخدمو في السخانة تاع 180 بالحق بتاعنا اللون ما يتبدلش ونستحقو على الشعرة تاعها هكاكا مش منحطوهاش في السخانة Thank you.
Thank you.
Thank you.